انت ما شاء الله عندك 17 سنه لسه صغيره. طيب ايه السباقات اللي دخلتيها وشاركتي فيها وخدتي ايه؟ لا لعبت كتير. لا نقعد نتكلم يلا معاكي. تمام. لعبت اسمه ده لعبت سكراتش ولعبت بوينت ريس. السكراتش ده حاجه شبه الفردي عام اللي هو بيخش الفينش الاول. تمام. السكراتش ده لعبناه 60 لفه. كم لفه؟ 60 لفه. 60 لفه دخلت فيه اول. ده دخلت فيه اول ورا حسام زايد. انت قعدتي كتير في المضمار. ده كتير. بيقعد قد ساعه ولا اتنين مثلا؟ لا 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 اقل يعني ممكن 45 دقيقه ده لو طول قوي يعني. طول قوي. طيب ده اول حاجه. طب السباق التاني؟ لعبت البوينت ريس ده بيبقى 80 لفه. السباق ده لعبته 80 لفه كان اصعب سباق في البطوله طبعاً بالنسبه طبعاً لي ان انا كنت بلعبه مع ابتسام زايد بطله مصري يعني. فكانت طبعا كان مجهود عالي قوي وكان بقى فكره ان هي كانت السرعه كانت كويسه وعاليه وكان مجهود صعب. انت كان في منتخبات بتنافسنا يعني قلتي بطله مصر. هل في بنات من فرق ثانيه كانت معايا؟ كان معايا امارات وكان معايا مصر. بنت كانت معايا كانت بتدعمني طبعا جدا. كان معايا امارات وسعوديه وبقى الباقيين اللي هم كبار الاليت. بس انت خدتي ذهب. انا كانت صعبه صح؟ مبروك. جدا كنت نازله طيب على السنه. نخش على الميداليه الثالثه. ولعبت الاومنيوم. الاومنيوم ده سبق مكون من 4 سباقات هو على ميداليه واحده. فاحنا بنلعب اربعه على ميداليه بيبقى تيمبو واومني تيمبو وسكراتش وبوينت ريس واليمينيشن. اليمينيشن ده اللي هو الاقصاء. اللي حصل واحد يقصي. لا بنفضل كلنا ماشيين مع بعض وهو بيبقى مثلا واحنا خمس لعيبه فهو السباق بيبقى 10 لفات. لفه واحد بيخرج اخر جنت بيعدي على خط النهايه بيخرج. واللفه الثانيه بنبقى مريحين فيها عشان واللفه اللي بعدها اللي يخرج. يا خبر ابيض. بس السباق ده بقى كان احلى سباق ممكن ابقى ممتع شويه جدا. هو بيحتاج تركيز ولعب وكمان كنت انا وابتسام اخر اتنين مع بعض. وقعدنا انا وهي بقى نلعب مع بعض. فكانت حلوه. السباق كان ممتع جدا. كمان طب انت خدت فيه فضه مش كده؟ لا ده خدت فيه ذهب. ذهب كمان برافو. الفضه دي خدتها في الكونتر فردي. اللي هو كنت نازله من كذا سبق كنت تعبانه جدا وكان الهواء كان شديد شديد. هو احنا هناك في التراك ما بيبقاش معاك كذا ترس بيبقى معاك ترس واحد. فانا الترس تقل قوي في رجلي فما نظمتش جهدي لان الهواء شد. الهواء شد. بس فعشان كده اضطريت ان انا اجيب. معلش هي مصطلحات جديده بالنسبه لي. لا لا عادي ولا بس بحاول افهم منكم ان شاء الله. طب انت في التوتال خدتي كام ميداليه عاليه؟ 8. 8 7 ذهب. 7 ذهب وواحدة فضة. الله اكبر ما شاء الله. بس انت ما لعبتيش سيدات البطوله دي؟ لا ما لعبتش سيدات. انا يعني كنت بلعب مع السيدات ان هم عملوا ميكس ما بين الجونيور والاليت. سينيور تمام الاليت. بس فعشان كده بقى اضطريت ان انا اخش معاهم. طيب هسالكم سؤال يعني كل واحد الاول. طب علياء ايه اللي خلاك تروحي للدراجات؟ اللعبه مش يعني مش منتشره قوي. شفتيها فين وايه اللي حبيبك فيها؟ يعني ليه بداتي كده او ليه لعبتي دراجات؟ هي مميزه. حضرتك عارف حاجه كده فيها تميز. كل الناس بتخاف لا بنتي ما تطلعش على الطريق لا عربيات لا تعوير. طب بداتيها امتى يعني اول ما لعبت الدرجات لعبتيها كنت فين؟ كنت اصلا كنت بلعب جمباز كنت بلعب العاب قوه حاجات ثانيه خالص اصلا. تمام ماشي. ايه اللي ودينا الدرجات بس بقى؟ بعديها كنت بلف في الشارع قابلتني واحده اعرفها يعني وعلمتني شويه. بعديها حصل ظرف فاضطريت ان انا اسيبها ورحت المدرب بتاعي دلوقتي كابتن محمد ابراهيم. فين بقى في نادي ايه؟ في نادي المدرسه العسكريه الرياضيه. اللي فين؟ اللي في السويس. انا اصلا من السويس. انت من السويس؟ اه ما شاء الله. فانت كنت مراني هناك. هو كابتن محمد بقى اللي خلاني عملت ده كله وساعدني جدا يعني هو زي ما تقول كده الاب الروحي بالنسبه لي. ربنا يا رب يكرمه. هو بقى مدرب وصاحب وكله حتى بعد ما عملت العمليه وبعد كل ايه؟ وقعت كنت بلعب بطوله سيدي. عربيه طريق برضو وقعت حصل كسر بس انا ما كنتش عارفه ان كان في كسر في الكتف. يا خبر ابيض. وبعديها كملت كذا لعب عليه فالكتف حصل فيه زي خلع فالخلع متكرر عمل وسع في الكبسوله الكتف. اضطريتي تعملي عمليه تثبيت؟ اضطريت ان انا اعمل عمليه وكان موضوع قعدت 8 شهور في البيت وبعديها رجعت قعدت شهرين ولعبت بطوله على طول. الف سلام عليك.